ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا سير الأعمال والموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مدينة الفنون والثقافة. ووجه الرئيس بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجالات الفنون والثقافة للتعاون في نظم الإدارة والتشغيل على نحو يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها مدينة الفنون والثقافة، وبما يعظم من قيمتها كأيقونة ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة، كذلك للإنسانية جمعاً.